نعم، هاي في بيئة فيزيكال، بيئة في البيت أو في المدرسة. تمام. نروح هلأ للتنمر على وسائل التواصل الاجتماعي. إذا واضح من حديث حضرتك إنه الشخص بيكون هذا الشيء يعني متأصل فيه بالتربية من أعمار مبكرة، هي تمام. اللي زرعت فيه هذا الأسلوب العدواني واللي خلقت منه شخصية متنمرة. إحنا كلنا بنشوف الحقيقة بكثرة دكتورة غادة كثير أشكال للتنمر على وسائل التواصل الاجتماعي، مع إنه في كثير قوانين تحمي يعني تحمي المستخدمين من أشكال التنمر، لكن لأنه لا عد لها ولا حصر، يعني ما في مؤسسة بالدنيا حتقدر إنه تلاحق أو تقيم الحالات كيس باي كيس أو كل حالة على حدة. صح. فبنشوف فعلا انتشار كتير كبير للتنمر على وسائل التواصل الاجتماعي. بدي أسأل حضرتك، هل التنمر على وسائل التواصل هو منتج ممكن تصنعه وسائل التواصل وتكون ضحيته الفتيان والفتيات باعتبارهم يعني أكثر عرضة للتأثر بهالمرحلة العمرية، أم هل وسائل التواصل يعني هي ليست أداة فقط عن التنمر، ممكن كمان هي تكون بيئة منتجة ومصدرة؟ يعني ربما شخص كانت طريقة تربيته أفضل من غيره، ما تمام. عمل البيت منه أو مدرسة منه شخصية متنمرة، هل يمكن للسوشيال ميديا أنه تكون تصنع هي متنمر. السبب بهالمنتج؟ تمام. اسمحي لي ناخد جزء جزء. اولا، فكرة التنمر كمان بداية جت من قبل التواصل الاجتماعي، جت من الدراما، من بعض المسرحيات، بعض الافلام، بعض كده اللي بتاخد من شكل حد، شكله مختلف، طويل قوي، قصير قوي، مليان قوي، في حاجة علامة مميزة، فبناخدها كنوع من السخرية، لأن التنمر ساعات بيستخدم كنوع من السخرية، علشان مش شرط إن أنا عايز أأذي الشخص اللي قدامي، أنا مش نيتي أأذيه خالص، أنا كل الحكاية إن أنا بضحك وبضحكه وبضحك اللي حواليه حتى ولو على الشخص اللي قدامي ده. تمام. يعني حضرتك قصدك انه بنستخدم كاركترز معينه في الدراما وبغرض السخريه منهم عشان نضحك المشاهدين، صحيح، هذا هون بتقول حضرتك انه هذا سبب ايضا. طبعا ده سبب كبير اها جدا، لان احنا بناخد بقى التنمر هنا تنمر خفي، تنمر ممكن يجرح اللي قدامي من غير ما يعني ما المتنمر ده يحس باي نوع من انواع من تأنيب الضمير، ده انا كنت بهزر، انا بس بضحكهم. فطبعا ده وده اللي اتصدر ليه وسائل التواصل الاجتماعي. هي وسائل التواصل الاجتماعي هي عباره عننا احنا، يعني هي وسائل تواصل ما بيننا احنا، هي مجرد اداه احنا كبشر احنا اللي بنستخدمها. فانا عايزه قبل ما نتكلم عن التنمر على وسائل التواصل الاجتماعي، عايزه اشرح نفسيه المتنمر ده عامله ازاي، ونفسيه الشخص الضحيه اللي بيقع تحت المتنمر. المتنمر، نعم، هذا كان سؤالي مؤجل لكن اتفضلي. طبعا بس علشان ده هيدخلنا نفهم بقى اللي بيحصل كده على اتفضلي. السوشيال ميديا. طبعا المتنمر شخصيه ضعيفه، شخصيه جواها كم من الغضب احيانا، كم من السخريه سواء على نفسها او على الاخرين، رغبه في السيطره. المتنمر هو اللي شخصيته ضعيفه دكتوره، المتنمر هو اللي شخصيته ضعيفه. شخصيته ضعيفه بس عايز يسيطر، يعني هو شخص غير أها. واثق من نفسه، شخص عايز برغم عدم ثقته بنفسه، برغم انه شايف نفسه وحش، لكن هو بيحاول يسيطر او يلقي بالوحش اللي جواه على الاخرين، على كنوع من السيطره وكنوع من انه يخرج الغضب اللي جواه على الاخر. ده المتنمر. كمان نعم. المتنمر شخص غير واثق من نفسه، غير قادر على المواجهه، يعني هو مش قادر يقول اللي قدامه انا بكرهك حقيقي، فيقولها له بصور مختلفه، يقولها له بطريقه، يقولها له بهزار، يقولها له بتصرف عنيف، المهم ان هو يوصل له الشيء السيء اللي جواه، فهو غير قادر على ان هو يواجه. الشخص الضحيه نعم. او اللي بيتعرض للتنمر غالبا بتبقى شخصيه غير واثقه برضه في نفسها، وساعات بتبقى شخصيه غير واثقه في نفسها بس ناجحه، يعني ممكن حد شاطر علميا لكن غير قادر على المواجهه، ما يقدرش يواجه الناس. شخصيه ممكن برضو بتبقى حازت نجاحات او بتحاول ان هي تفرض سيطرتها، فبالتالي ولكن ما عندهاش الادوات، مش عارف ازاي ان انا اثبت نفسي، مش عارف ان انا اقدم نفسي ازاي بشكل كويس قدام الناس. نعم. شخص وديع اللي هو بيقول عليه طيب، بنقول عليه طيب، وديع، رقيق، تجنبي شويه، ما بيحبش التصادم، فبالتالي يعني بيحاول ان هو ايه ما يبقاش في المواجهه دايما.
المتنمر بيختار الشخصيات دي اللي ما تقدرش ترد عليه، اللي ما تقدرش تواجهه، اللي ما تقدرش تدافع عن نفسها علشان يقدر ياخد راحته في السيطرة وفي فرض التنمر بتاعه عليه. ده بالنسبة للنفسيتين. نيجي بقى لسؤال حضرتك على مواقع التواصل، ايه اللي بيحصل؟ انا دلوقتي قاعدة نعم، ايه اللي بيحصل؟ احنا عارفين ايه اللي بيحصل، بس احنا عايزة اعرف هل ممكن تكون وسائل التواصل هي وسيلة منتجة؟ يعني شخص طبيعي مراهق او رجل او سيدة whatever، ما هم ليسوا يعني بالاصل اشخاص متنمرين وكانت تربيتهم سليمة وما عندهم هذا السلوك، هل ممكن وسائل التواصل تكون مصنع لهذا السلوك، لهذا المنتج؟ هي مش مصنع، هي وسيلة مساعدة. بمعنى ان انا احنا قلنا شخصية المتنمر شخصية ضعيفة غير قادرة على المواجهة، ففرصة بالنسبة له ثرية جدا ان هو قاعد ورا شاشة جهاز، ممكن يكون معاه نيك نيم محدش عارف هو اسمه ايه، او حتى مش شرط حتى لو معروف، هو ليه حتى محدد الجروب الناس اللي هتدخل معاه، عارف مين اللي هيرد ومين اللي مش هيرد، فقادر ان هو يفرض سيطرته براحته، قادر ان هو يطلع كل اللي جواه من غير ما يتعرض للمحاسبة او من غير ما يتعرض لان حد يوقفه عند حد. تمام؟ نعم. فبيلاقي وسائل التواصل الاجتماعي دي وسيلة سهلة ومغرية جدا ان انا اطلع كل اللي جوايا من غير ما اتعرض انا شخصيا كمتنمر لأذى. فهي طيب دكتورة، بتقييم حضرتك دكتورة، شكرا كثير، يعني بتقييم حضرتك ومن رصدك الشخصي، اخلاق اولادنا وبناتنا على وسائل التواصل لفين وصلت اليوم؟